إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحل الحياة من رمى منهم همة فلسوف يلقى المعجزات بسواعد لشبابنا نبني بها جيل الثبات. فسل العلا الألعاب مدينة الألعاب الملهيات الكثيرة في حياة الشباب وخاصة ألعاب الإنترنت، رسالتك إلى الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد جاءنا بالآيات وبالبينات وجاءنا بالرسالات وبالمعجزات، رضوان الله تعالى على صحابته الذين كانوا معه في هذا الوصل الذي نتكلم به، ألا وهو وصل الشباب. فوصل الشباب ينطلق بداية من أن الشباب عندما يقول المنشد فينشد فيقول شباب هم راموا على أنفسهم وهم هبات، هم هبات أي أن الله سبحانه وتعالى رزقنا بهم النصر والفرج. لذلك النصر يأتي من الشباب لا يأتي من الكهول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما قبل أن ينطلق إلى هذه الغزوة استشار الصحابة الكرام، فأشاروا عليه كبار الصحابة ألا يخرج من المدينة المنورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه الشباب أن يخرج في هذه الغزوة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول عندما اعترض وعندما تخاذل في هذه المعركة، قال عصانا نحن الشيوخ وأطاع الشباب. لذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر هي رسالة تنطلق من الشباب. فكيف للشاب أن ينطلق بهذه الرسالة المشهودة وهو يمضي طوال وقته وهو يلعب بلعب البوبجي وغيرها من اللعب؟ واستحضرتني لعبة الآن أيضا، أنه أن الشاب عنده الجوال ويمشي به في الطرقات، قال ويقطع المسافات، وفي قطع هذه المسافات ينال الأجور من الذين يلهون شبابنا عن أمور، خاصة أننا نحن نرتع الآن في شهر رمضان المبارك، نرتع في هذا الشهر الذي يستحث شبابنا على أن يعملوا وعلى أن يجدوا وعلى أن يثابروا وعلى أن يتعبوا هذا الجسد الذي ملكهم إياه الله سبحانه وتعالى. لذلك رسالتي للشباب، انطلقوا أيها الشاب، أنت شاب طموح، ففي طموحك تحقق ما لم يحققه الكثير. وفي هذه الرسالة يشير إلى هذه المعاني السيد هاشم الرفاعي، فيقول في رسالته في شعره يقول كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، قال شباب يدعمه شباب طامحين، شباب أمضوا أوقاتهم في الجد والاجتهاد فتراهم، قال إذا وإن جن المساء عليهم فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. قال وإذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، قال ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. ذلك نرى الآن أن الشباب يعني عندما تسأله سؤال شرعي يجيبك عليه بمنطلق أنه يجيبك عليه بدون علم، وهذا أمر خطير أيضا. التغلغل في الأمور الشرعية من قبل الشباب وإسداء الأمور الشرعية على الهوى، هذا من الهوى الممجوج الذي ليس له طريق من طرق الشرع. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وتحضرني في كلمات الشيخ تاج عندما قال في المزاح أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني، أي لست من أهلي الهزل ولا الهزل مني. والآن أرتع الآن في شهر رمضان المبارك وفي نيسان، وكثير من الناس عندما يأتي أول يوم من أيام نيسان تجده يقول لك كذبة وهي كذبة نيسان. أيضا هذه الآن نحن في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك علينا أن نحسن من هذا السماع، أيضا أن نسمع الأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى.
وأن نغض الطرف عما حرم الله سبحانه وتعالى، وألا نتكلم إلا بخير. فيقول القائل: إذا لم يكن للسمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، قال: فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوجيه هؤلاء الشباب إلى ما يريده الحق سبحانه وتعالى من الإرشادات ومن البشارات التي نراها في شباب جيلنا الغد المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبعا النصوص التي تحث على طالب العلم في الإسلام كثيرة، منها ما ورد في القرآن كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحث أيضا في الحديث الشريف، منه أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم من بعض حجره إلى المسجد، فوجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء استجاب لهم، وإن شاء يعني منعهم. وهؤلاء يقصدوا الذين يطلبون العلم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثوا معلما. فجلس معهم، أي جلس مع الذين يعني يتعلمون، مع مجلس العلم. وهذه رسالة لشبابنا. تخيلوا مثلا أنكم في مجلس للعلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب ويدخل ليجلس معكم. لماذا؟ فقط لأنكم تطلبون العلم. فما أعظم هذا العمل، فما أعظم هذا العمل في ديننا. حتى أن الملائكة نعم تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذا في حديث شريف أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهل يقصد بالعلم العلم الشرعي أم كل العلوم؟ كل العلوم يقصد بالعلم هنا، كل العلوم، من كان علما في المدرسة، ومن كان يطلب العلوم الشرعية، ومن كان مثلا يدرس الطب أو الصيدلة أو الرياضيات إلى آخره، جميع ذلك يعني يدخل تحت طلب العلم. هناك أبيات جميلة تحث على طالب العلم، قيل فيها: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فنصيحة لإخوتنا الشباب أن يجعلوا طلب العلم وسيلة غاية لا وسيلة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسل العلا عن خالد سيف الإله على الطغاة، وسل الندى عن طلحة ذي همة في المكرمات، إيمانهم في صدقهم إخلاصهم.